اللي تسمون بالإسلام كثير، ولكن اللي تمسكون بالإسلام الصحيح قليل، غرباء، ينظرون لهم الناس نظر استغراب، يقولون هذولا متشددة، هؤلاء فيهم، هؤلاء تكفيريين، هؤلاء إلى آخره، ينظرون لهم نظرة استغراب، لكن ما يضرهم إذا تمسكوا بدينهم. نعم، لا تصير شاذ عندك أفكار منحرفة، لا، لا تصير أيضا مخرب، ولا تصير أيضا إرهابي تقتل بغير حق، هذا ما هو الإسلام، هذا ما هو الإسلام، إنك تخرب، إنك إرهابي، هذا ما هو من الإسلام، إنك تكفير يتكفر الناس بغير حق، لا، ما هو بهذا الإسلام. الإسلام دين صحيح، له أصول، له قواعد، لازم تعلمها، تعرف، ما تأخذ الإسلام بالتقليد ولا بقول فلان أو قول فلان، تأخذه من الكتاب والسنة، وذلك بالتعلم، ما هو بالقراءة أنك تقرأ على نفسك، لا، تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. فالمتدينون كثيرون، ولكن اللي يتمسكون بالدين الصحيح قليل، انتبهوا لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريباً. عرفتم هذا كيف بدأ غريب؟ كيف بدأ غريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انضم إليه أبو بكر، ثم حتى جاء المهاجرون والأنصار، حتى قاد الرسول صلى الله عليه وسلم الألوف في غزوة بدر، في غزوة في الفتح، فتح مكة، خرج منها هو أبو بكر فقط، اثنان، إذ هما في الغار. بعد 6 سنين أو 7 عاد إليها بجيش يتكون من 10,000 مدججين بالسلاح، وفتح الله مكة له، وأزال الأصنام التي على الكعبة والتي على الصفا والمروة، وهدم اللات والعزى ومنات، وأرسل إلى الأصنام فكسرت وحطمت لما فتح الله مكة، لما فتح الله مكة. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام عزيز وأهله كثير، ثم تناموا وانتشر في الأرض على يد المجاهدين من أصحابه حتى عم الأرض كلها، وبلغ مبلغ الليل والنهار، مبلغ الليل والنهار، ما فيه مكان إلا دخله الإسلام، ودخلت الممالك الكبيرة تحت حكم المسلمين، لأن هذا الدين من عند الله جل وعلا، والله ناصر دينه، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق الله وعده. فانتشر هذا الدين وعم المشارق والمغارب، ظهر دين الله على سائر الأديان كما وعد الله سبحانه وتعالى. نعم. وسيعود غريبا كما بدأ، في آخر الزمان يعود الإسلام غريبا، يعني ما يتمسك به إلا القليل. الإسلام الصحيح، ولا الإسلام المدعى هذا كثير، لكن الإسلام الصحيح ما يبقى إلا قليل، ما يبقى عليه إلا القليل من الناس. نعم. قال: ورواه أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي آخره
فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، طوبى يعني الجنة، طوبى قيل الجنة وقيل شجرة في الجنة، للغرباء في آخر الزمان اللي يصبرون على دينهم يتمسكون به لهم الجنة. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس، ما ينظرون للناس، ينظرون لهذا الدين يتمسكون به ولو أصابهم ما أصابهم. وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني يجمعون بين الوصفين، يصلحون ويصلحون، هؤلاء الغرباء. دعاة الشر كثير، بل باسم الإسلام يدعون، باسم الإسلام وهم يدعون إلى الشر، دعاة على أبواب جهنم أن أطاعهم قذفوه فيه. لكن اللي يدعو إلى الإسلام الصحيح قليل، ولكن هو الخير، هو الخير، وهو الغريب بين الناس، يصبر على هذا. طوبى للغرباء، هذا معناه أنه يحصل عليه ضغط، يحصل عليه ضغط من المجتمع ومن الناس، لكن ما دام على الحق يصبر، أما إذا كان على غير حق فإنه يرجع للحق ولا يبقى على ما هو عليه. لا، الغرباء الذين هم على الحق الصحيح، على الدين الصحيح، ما هو بالدين المدعى أو اللي عليه الناس، أو لا، أو اللي يقوله فلان وفلان، لا، اللي قاله الله ورسوله، الدين الصحيح ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا الدين الصحيح.